أهلا وفيا، مرحبا بكم في محلات جلالة الديكور. فيديو تاع اليوم حيكون مخصص في المروحة، يعني الرياشة اللي نستعملوها في التبريد. شوفي خالتي العزيزة، درنا لها تخفيضات، تبعي معايا لآخر فيديو. كبداية نبداوكم بهذا الموديل، ربي يبارك ما شاء الله، هذا مليح بالبزاف، درنا له تخفيضات يعني حتى تكون في متناول الجميع. هذا درنا له 270 في خالتي مدام، ملي كان يدير 350، اليوم ولا يدير 270، ربي يبارك ما شاء الله. مروحة خفيفة ظريفة، تحطيها في المنزل تهوي بها، هذه 270. نزيدو نروحو نشوفو لي موديل الآخرين كيما راكي تشوفي خالتي مدام. عندنا الأحجام الكبيرة، الموديل اللي كان يدير 520 درنا له 420 واللي هو هذا ربي يبارك ما شاء الله، يمشي بتيلي كوموند، حاجة مليحة. وعندنا الموديل هذا اللي كان يدير 450، اليوم راه يدير 370، هاوليك خالتي العزيزة، ربي يبارك ما شاء الله. وعندنا هذا الموديل الكبير ومليح، ننصحك به خالتي العزيزة، هذا حطيه يمشي لا روح، ربي يبارك يبقى ديما الهوا بارد. هذا ملي كان يدير 750، اليوم يدير 580. وعندنا الموديل الثاني واللي هو هذا اللي كان يدير 495، يدير 430. وعندك هذا الموديل خالتي مدام اللي درنا له 390، ربي يبارك وفي ريكولر ما شاء الله. الرياشة سولد متوفرة في محلاتنا بعدة أحجام ولي موديل. مرحبا بكم، محلاتنا متواجدة في مدينة عميلة، بالضبط مقابلين بازار علي بابا. آخر حاجة تقدر تديها بسعر مليح واللي هي هذه بسعر 270. مرحبا بكم، نقول لكم شكرا لحسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.